بس انت ايدج بلس كان مقفل بحساب الجوجل اكاونت الاف ار بي لو كان اون، بلشنا كومبينيشن وعملنا ريست اف ار بي. طبعا دم عمل هذول الخطوتين على بوكس بيست الدنجل فقط، على الاكتوباس 63 اكس ما بيظبط تفريش الكومبينيشن، بيفصل عند ملف السيستم. بعدين تم فكه والاف ار بي لوك اوف، راح نفلشه على بوكس الزد 3 اكس بفلاشة كاملة، ملف البي دي اي زائد ملف البيت وتاني مخارج بارتيشن وبوت ابديت. والان بدأت عملية التفليش. راح نوقف التسجيل ونرجع نكمل بعد ما ينتهي من عملية الفلاش. تم تفليش الهاتف بنجاح بعدها تم فكه. كان بعد ان تم فكه بحساب الجوجل اكاونت، وتم عمل ريبير دي ار كي مسبقا على بوكس الزد 3 اكس. عمل ريبير دي ار كي على بوكس زد 3 اكس ولم تعد المشكلة تحصل، حلت مشكلة الدي ار كي والان راح اخذها على السيستم طبيعي. تم الإخلاء على السيستم بنجاح، تم عمل الفلاش بنجاح وفك جوجل اكاونت بنجاح عن طريق فلاش الكومبينيشن. استعملنا بيست دانجل في فك جوجل اكاونت وليس بوكس زد 3 او الاكتوباس. وشكرا.